لطالما أعجبتني برلين، ليس لأن كثيرا من التاريخ يقبع هنا فحسب، ولكن أيضا لأنها أعدت لهندسة أوروبا الحديثة. يعلم المهندس جان لوي كوين تاريخ الهندسة والهندسة المدنية في باريس ولندن. إنه يخبرنا عن برلين التي عرفها منذ فترة طويلة. أذكر برلين في تموز حينما التقطت هذه الصورة لبوابة براندنبورغ في وقت لا يزال بإمكانك عبورها. كانت الساحة فارغة، لكن بعد بضعة أسابيع فقط بني الجدار ومنع أي أحد من مرور البوابة طوال 30 سنة. برلين مدينة شابة جدا، لا جدوى من البحث عن أعمدة رومانية فيها، فلن تجد أي منها. بدأ كل شيء هنا في بداية القرن 13 عندما نشأت مدينتان على ضفاف نهر شبراي، إحداهما كانت برلين والثانية كولن، تلاهما عدد من المستوطنات الأصغر حجما. على جهتي هذا النهر الفسيح حصلت نقطة التحول عندما أصبح دوق هوهنزوليرن أميرا على براندنبورغ عام 1425. انتقل إلى برلين التي اكتسبت حينئذ لقب مقر السكن الرسمي، والتي تطورت بشكل ملحوظ وبخاصة في القرن 18 مع إقامة جادة أونتر دين ليندن الرائعة في شارع فريدريشتراسي على المحور الجنوبي الشمالي، وبخاصة الجدار المحيط وبوابة براندنبورغ. نبدأ بجولة في المدينة مع جان لوي كوين عبر 5 عصور متتالية، ومن برلين والملوك البروسيين في بداية القرن 19 أصبحت أونتر دين ليندن المجملة عبر أبنيتها الباروكية أفخم جادات العاصمة. يتناسب كبر برلين في بداية القرن 19 مع مشروع حلم كارل فريدريك شينكل. كان شينكل مهندس الملوك البروسيين، وكان مشروعه تحويل العاصمة، فكان متحف آلتس على ضفة النهر عمله الأول. كان مبنى ضخما مع بناء دائري في وسطه يعيد إلى الأذهان البنثيون ذي التصميم الروماني. ثم صمم وبنى نصب الثكنة الجديدة في جادة أونتر دين ليندن. وبنى على ساحة جاندر ميني ماركت التشاوس بيلهاوس أو المسرح. كانت كل العناصر في مشروعه مستوحاة من أثينا، أي إنه كان يحاول إعادة خلق أثينا على ضفاف نهر شبراي. خلال القرن 19 ازداد عدد سكان برلين، فعاد لساكني لندن وباريس، ثم أحدثت الثورة الصناعية تغييراً كبيراً في شكل العاصمة. ما عاد رمز برلين في نهاية القرن 19 بعد التوحيد مثلث فريدريشتراسي أو شبكة الضواحي في برلين، بل السكة المدنية الإسبان التي تشبه رأس كلب. أهم ما فيها خطها المركزي المرتفع الذي يخترق المدينة ولا يزال يقدم منظراً رائعاً لوسطها. تعد هندسة الإسبان ذات أهمية كبيرة مع محطاتها وسطوحها المائلة وسلالمها. إنها عمل من الفولاذ والطوب مع السيراميك المطلي. إنها أخيرا تشكل العمل الهندسي الوحيد الذي يمثل تماما عصرا ذهبيا لبرلين، لكن سرعان ما سيصبح مجده محل شك. تعكس سكة إسبان الحديدية العصرية في تلك الفترة هوية برلين الحقيقية. في نهاية القرن 19 كانت قلب صناعة الكهرباء، عرفت عندئذ بشيكاغو نهر شبراي أو بمدينة الكهرباء.
قبل عام 1914 بنى بيتر بيهرنز مبنى استثنائيا جدا لمصنع اي اي جي. يرمز مسدس القوصرة هنا إلى فكرة المؤسسة الصناعية الضخمة، وهو يذكر بخلايا خلية نحل نشيطة. لكن فكرة المبنى الشامل محققة عبر انحدار اللوحات الزجاجية الذي لا يملك أي هدف عملي سوى التشديد على عمودية المبنى. في عام 1918 بعد تنازل الإمبراطور ويلهلم الثاني أسست جمهورية فيمار، عن ذلك فترة توسع بالنسبة إلى برلين مع حياة ثقافية هي غاية في الإبداع وتبقى إحدى أهم الحقبات لبرلين. تحت حكم جمهورية فيمار لم يكن لبرلين تلك البيوت العصرية الجميلة فحسب، بل كونت أول مجمعات سكنية في أوروبا خلال تلك الفترة. مجمع مستوطنة نعل الحصان الذي بناه برونو تروت في العشرينيات، وهو أحد أكبر المجمعات السكنية في عصره. لا تركز هندسته على واجهاته الطويلة المنتظمة فحسب، بل أيضا على عمق أروقته مع خلفياتها بلون الأزرق السماوي. يجدر الانتباه إلى خط الحجارة الذي يشير إلى الفصل بين الشقق، وبخاصة غرفة الغسيل في الأعلى التي تشكل صفوف نوافذها المربعة نوعا من الإفريز الخيالي. للتعبير عن فكرة مجتمع مستقل ذاتيا ضمن العاصمة، اختار برونو تروت ألوانا بدت متعارضة تحت سماء برلين. ألهمته أبنية بحيرات فينيس وجزيرة تورشيلو، حيث يستعمل سكان الجزيرة الألوان الفاتحة لإعادة طلاء منازلهم كل سنة، فيعيدون تحديد المنظر الطبيعي. يشير عام 1933 إلى وصول هتلر إلى السلطة ونهاية كل الأحلام الممكنة. أصبحت برلين بعدئذ عاصمة الرايخ الذي كان هدفه استعباد كل أوروبا. يعتبر الملعب الأولمبي لفيرنر مارخ أحد أبرز الأمثلة على الهندسة النازية في برلين. إنه يحفل بالكلاسيكية والرغبة في مطابقة ألمانيا وريخها مع اليونان القديمة. حدود برلين الآن محور مزدوج، محور شرقي غربي وآخر شمالي جنوبي. كانت باريس النموذج الأساسي لتصميم ألبرت شبير، فكان هتلر قد قصد باريس خلال صباح جميل. عام 1940 بعد هزيمة الفرنسيين عاين المدينة بعين مهندس هاون ونقل تصاميم هوسمان إلى برلين، حيث لا يزال كثير منها قائما. يعكس مطار تامبلهوف في برلين المبني نهاية الثلاثينيات الغموض والترددات وازدواجية الهندسة تحت النظام النازي. صرح ضخم من الخارج مع واجهة ذات حجارة ثقيلة، ومن الداخل توجد هذه الكتيفات المعلقة المعدنية الاستثنائية. يجب أن يتخيل المرء الوضع هنا. عام 1945 كانت المدينة مفصولة عن ألمانيا الغربية، كانت على بعد 150 كيلومترا من الحدود مع المنطقة الغربية. كانت أجزاء المدينة مقسمة والروس يحتلون ثلثها تقريبا.
بما في ذلك وسط المدينة. كان يمكن عبور الحدود بسهولة نسبية، لكن في عام 1948 خلق الحاجز الروسي أزمة. أصبحت برلين الغربية كالجزيرة التي يمكن تزويدها جوا، لذا بدأت المطارات كمطار تمبلهوف بلعب دور حيوي. انتبهنا في تلك الفترة أيضا إلى هوية برلين الغربية على أنها واجهة العالم الحر على عكس التكتل الشرقي. كان الطريق فرانكفورتر آلي إحدى الطرق الرئيسة التي تربط برلين بألمانيا الشرقية. بعد تكوين ألمانيا الشرقية بدأ السوفييت في برلين الشرقية باستيراد أساليبهم وشعاراتهم، وأعيدت تسمية الطريق بشتالين آلي. الأبنية التي نراها إذن هي ذاتها التي قد نجدها في ستالينغراد أو مينسك أو في مدن أخرى من الاتحاد السوفيتي. كانت الفكرة في ألمانيا أن العمال والمزارعين أصبحوا الدولة. إنها مدينة تعتبر فيها المجمعات السكنية نصبا، ليس كمجرد أبنية عامة بل كنصب لفكرة الإسكان في حد ذاتها. تظهر اللغة الهندسية هنا من خلال أعمدة الإفريزات وجوانب السطح المعمد، وأيضا من خلال الإسمنت وصفائح السيراميك التي بدأت تنهار منذ البداية. تم اليوم ترميم كل أبنية هذه المنطقة. كنت أعرف هانسلمان العجوز جيدا، إنه المهندس الذي بنى كل هذا. عندما كان أحدهم يقول له ما تبنيه هراء، كان يجيب دائما أنا أصمم بأفضل ما عندي، لكنني أبني بالرداءة التي تسمح لي بها ميزانيتي. إن برج تلفزيون هو صرح تاريخي يقول إن الشرعية التاريخية لنا، وبما أن برلين عاصمة ألمانيا الشرقية فكان يجب أن تحظى بمعلم رائع مثل برج إيفل أو نصب واشنطن. كان قد انتهى بناء شتالين آلي عندما تم إطلاق مشروع آخر في مقاطعة هانسي، ما خفف من صلابة واجهات شتالين آلي، واعتمد الأبنية المتفرقة بشكل غير منتظم ضمن موقع أخضر. قد يقال عن هذا الأسلوب الأكثر حرية إنه استعارة للمفهوم الذي نتج عن الحرب الباردة، وهو مفهوم العالم الحر. وللمشاركة في هذا المشروع استدعى سكان برلين غروبيوس مؤسس الباوهاوس الذي كان قد هاجر إلى الولايات المتحدة عام 1937، والذي صمم هذه الأبنية المنحنية الأنيقة والتي تكثر فيها الشرفات. واستدعوا أيضا ألفار آلتو من فنلندا الذي أعطى لمسته الخاصة للمجمعات السكنية، فجمع ما بين الأناقة والابتكار والجودة مع بساطة بدائية تشبه بحجمها الزجاج المنشور. والمفاجأة الكبرى مساهمة أوسكار نيمير مهندس ريو دي جانيرو الذي كان يعمل في تلك الفترة على أبنية في برازيليا، والذي لائم فكرة الأعمدة المغروسة مع المناخ الذي يكون غالبا باردا وعاصفا. إن هذه الأعمدة على شكل في في برلين تبدو دائما وكأنها تتوق للشمس الاستوائية.
في هذه المدينة المقسمة مع 20,000 في الشرق وهانزا فيرتل في الغرب، كان لا يزال عبور الحدود سهلا، لكن في عام 1961 أصبحت الحدود معضلة سياسية. كان سكان ألمانيا الشرقية الذين يقبضون رواتبهم بالمارك الغربي يملكون مستوى معيشة كاد يدمر نظامهم الاجتماعي بالكامل ويشكل تهديدا لنظام بانكوف الشيوعي. أصبحت هذه الحدود إذن سورا كما كان يسميها سكان ألمانيا الشرقية، جدارا يستحيل عبوره، وقد صمد 30 سنة وكان عاملا حاسما في إنهاء الحرب الباردة. مع بناء الجدار فقدت برلين كل أمل في إعادة الاتحاد. كان يرمز مستطيل أسود إلى شطر المدينة الذي تم فصله. هنا كان المعرض الوطني، وهو المشروع الأول من سلسلة مشاريع معاصرة. في عام 1968 بنى ميز فان دي رو المعرض الوطني الجديد. إنه بناء خارج عن المألوف في مفهومه للمكان، مكان واسع جدا يسمح بمرونة قصوى لتنظيم المعارض. يكلل المبنى سقف معدني ضخم بني كله على الأرض، ثم تم رفعه على أعمدته الداعمة الثمانية. يشكل المعرض الوطني من صنع ميز أحد أبنية الكولتر فورم الأساسية الثلاث. يشكل مبنى فرقة برلين الموسيقية من تصميم هانس شرون المبنى الثاني. إنه مبنى رائع من سقف مذهب وهو غامر وعضوي جدا من الداخل. وأخيرا يأتي مبنى المكتبة الحديثة الذي بناه شرون في السبعينيات. بعد سقوط جدار برلين وتحقيق الوحدة عام 1990، أصبحت معالم العاصمة الألمانية الرئيسة مبنى البرلمان الذي رمز إلى القوة التي أعيد تأسيسها في ظل ألمانيا الموحدة، وهو يقع قرب ساحة بوتسدامر. انتقلت المستشارية الاتحادية الجديدة من بون وتقع الآن في مبنى معقد نوعا ما بناه أكسل تشولتس. يقع مركز ألمانيا السياسي هنا بين المستشارية والرايشتاغ، أي البرلمان الألماني المكون من مجلس الجمهورية الفيدرالية الألمانية الأعلى والمجلس الأدنى البوندشتاغ. أصبح المبنى اليوم مكاناً للزيارة والتجوال في داخله. صمم نورمان فوستر القبة الصغيرة وأدخل سطحاً مائلاً حلزوني الشكل. من إحدى جهات السطح المائل يمكننا رؤية برلين، أما الجهة الثانية فهي تطل على أعضاء البرلمان الذين يعملون بكد على شؤون الدولة. إن شارع بوتسدامر هو أحد أنجح المشاريع في برلين الجديدة، حيث كانت الآثار المهجورة التي استعملها فيم واندرز كموقع لفيلمه أجنحة الرغبة.
بنى رينزو بيانو برج مرسيدس بنز، إنه حي حيوي حيث تمنح الواجهات الحجرية نوعا من الانسجام المنطقي لأبنية الإسمنت والمعدن. إنها تكريم مدهش لبرلين الألفية الثالثة مع وجود أبنية تذكر بشكل المدينة سابقا. إن حي برلين ميتي هو حي مكتظ جدا لم يتضرر كثيرا في الحرب. كان هذا الحي موقع نشاط صناعي وتجاري وإسكاني، لكن هذا النشاط خف كثيرا، وكل ما بقي هو خطوط السكة الحديدية. اليوم عاد هذا الحي إلى الحياة في النهار والليل. كان المثل الأساسي الأول للتجدد المدني في برلين بعد إعادة التوحيد. كانت الهاكيشي هوفي الفنايات الواسعة Superman.